مرحبا بيكم في سلسلة حلقات انت مع مك. جبت لكم مهارة جميلة جدا وجذابة جدا هتبهر بيها اللعيبة جنبك والكباتن. زي ما انتم شايفين كده اول خطوة بتقدم رجلك لقدام، وبعد كده تاني خطوة تقوم خابط الكورة في بطن رجلك بالجنب، بعد كده تخبطها في وش رجلك، وده نموذج يوضح ازاي تعمل المهارة. وبكده انتهت مهارة النهاردة. لو عجبتك ياريت ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب. سلام عليكم.